مساء الخير. العثور على حطام طائرة روسية المنكوبة وفق ما أفادت وسائل إعلام روسية، الطائرة تحطمت بعد إقلاعها بسبع دقائق وهي تحمل على متنها 71 شخصا. الجيش المصري يقتل 16 مسلحا ويدمر 66 هدفا في سيناء خلال عملية عسكرية واسعة في شبه جزيرة سيناء شاركت فيها القوات الجوية والبحرية وحرس الحدود. قوات الشرعية اليمنية تتقدم شرقي صنعاء وسط فرار الحوثيين وتستعيد سيطرتها على عدد من المرتفعات الجبلية. ميانمار تقول إنها ستتخذ إجراءات ضد رجال أمن على خلفية قتل روهينجا مسلمين وأنه سيتم اتخاذ إجراءات تتماشى مع القانون. مسؤول أممي يدعو العالم إلى تكثيف جهود الوقاية من الأوبئة التي يمكنها الانتقال من الحيوانات إلى البشر والتي قد تقتل الملايين.